السلام عليكم، حياكم الله معانا في حلقة جديدة وتجربة جديدة. السيارة اللي معانا اليوم هي الكامري الجديدة طراز 2021، تغييرات كبيرة، وهذه سيارة تعتبر واحدة من أهم السيارات في العالم. ليش؟ لأن هي فئة السيدان متوسطة الحجم، سيارة عملية جدا أثبتت جدارتها. وقبل ما أصور الحلقة هذه بيومين كنت راكب كامري ماشية فوق 800 ألف. احنا بالنسبة لنا بالكويت هذا رقم كبير، ولكن بالنسبة حق ناس في دول ثانية عادي يمشونها مليون. لذلك هي سيارة مهمة لأن الناس تشتريها، وسيارة تحافظ على قيمتها، وعادي أي أحد يشتريها منك مستعملة لو كم كانت ماشية. التغييرات حبة حبة، تويوتا تقول أن هذه الخطوط الحادة اللي هم مستخدمينها على هذا الطراز تقلل صوت الضوضاء مال الهواء داخل المقصورة. التغييرات شكلية معظمها، على سبيل المثال هذه الفتحات مو فتحات حقيقية، في عندنا فتحات حقيقية هني وهني وشوية هني في الأسفل علشان عملية التبريد، ولكن بعض الفتحات موجودة باللون الأسود فقط للشكل. في عندنا سنسرز، باركينج سنسرز فقط في الأمام في الزوايا على طراز الأسي. في طراز الـ HSE والـ TRD أعتقد راح يكون في سنسرز إضافيين في الأمام موجودين هني في المناطق السوداء. إضاءة LED بالكامل، نفس الوقت عندنا كشافات الضباب أيضا من الـ LED، وهذا اللي أنتم تشوفونه هذا مو لون أسود عادي، في لمعة، في مثل كأنه ميتاليك، شكله جميل ولونه جميل جدا. الرنجات قياس 18 إنش، أيضا في مثل ما قلنا طراز الـ HSE وطراز الـ TRD، قد ينزل عليهم الـ HSE ينزل عليه 19 ولكن هذا أوبشنال. سايد سكيرتس بلون ثاني مغاير للون الهيكل. وننتقل إلى الخلف. من الخلف راح نلاحظ في عندنا ايضا فتحات هني مو حقيقيه. انا ما ادري صراحه من اللي اخذ الفتحات اللي مو حقيقيه من الثاني، هل الكامري خذتها من السوبرا ولا السوبرا خذتها من الكامري، من اول بيضه ولا ديايه ما ندري. عندنا هني هذا الجناح الصغير اللي يكون بنفس لون السياره، لو كانت سياره بيضه وكل شيء مثل ما شفناه باللون الاسود اعتقد هذا راح يكون باللون الاسود، راح يكون شكله اجمل. وبالاخير عندنا الاكزوزات اللي في الخلف، عندنا اربع اكزوزات بما ان الطراز اللي معانا هو طراز الفي 6 وايضا هذا الديفيوزر الصغير. خلونا الحين نستكشف السيارة من داخل ونتكلم عنها وبعدين نسوقها ونقول لكم رأينا. السيارة فيها خاصية الدخول الذكي، لما يكون مفتاح بجيبك الباب ينفتح. أيضا فيها خاصية التشغيل عن طريق الزر. التجهيزات داخل السيارة شكلها بسيط ولكن الملمس كله ممتاز، تحس انه في جودة في بناء هذه السيارة اللي تقلنا من البداية ان هي تعتبر واحدة من أهم السيارات في هذا المجال. المواد المستخدمة داخل المقصورة جميلة جدا، من فوق عندنا سوفت بلاستيك شكله جميل جدا وأيضا ملمسه جميل. في عندنا الجلد والستيتشنج أو التطريز بلون مماثل للون الهيكل الخارجي، حبيت التاتش هذا. في عندنا المقاعد مخرمة ولكن للأسف ما فيها تدفئة ولا تبريد على الطراز اللي موجود معانا، في طراز الـ HSE ما أدري إذا راح يجينا ولا لا، راح يكون في عليه هذا الخيار أن هنا يكون عندك أزرار للتدفئة والتبريد. شاشة قياس 9 انش مع خاصية ابل كار بلاي واندرويد اوتو. التاتش ما اقول لكم هو الاعظم، ولكن انا عندي طالما يشتغل عليه ابل كار بلاي واندرويد اوتو فانا اموري كلها راح تكون تمام. في شورت كات موجودة في الخارج، تحتها فتحات تكييف، تحتها التحكم في التكييف. عندي شاشة ثانية بين العدادات قياس 7 انش ايضا تعطي السائق معلومات مهمة ممكن التحكم فيها عن طريق الازرار اللي موجودة على مقود السيارة ناحية الشمال. ناحية اليمين في عندي التحكم المختص بالكروز كنترول والأدابتف كروز كنترول ونظام التحكم بالاصطدام الأمامي ونظام التحذير عند الخروج من المسار. العدادات عادية ولكن الشاشة اللي بينهم واضحة، القراءات كلها سهلة. هني عندي بعض الأزرار المهمة، التراكشن كنترول، الزر اللي يفتح الدبة والبنزين. هني عندي مساحة تخزين، إذا دفعتها إلى الداخل راح يبين عندك وايرلس شارجر موجود هني، بالإضافة إلى فتحة 12 فولت وفتحة USB. للأسف هذه السيارة ما فيها تايب سي رغم أنها سيارة جديدة. هذا الجير عندي هني ثلاث أنماط قيادة، الإيكو والنورمال والسبورت. إيكو اللي هو الاقتصادي، نورمال اللي هو العادي، سبورت اللي هو الرياضي، وهني زر سايد بريك. مساحة تخزين إضافية ولكن ما فيها صراحة أي فتحة USB أو SD كارد أو
اي او اكس او اي شيء من هذا القبيل. خلوني اوريكم مقاعد السياره من الخلف قبل ما نطلع نسوق السياره ونقول لكم شنو راينا فيها. خلوني اوريكم مساحه الجلوس في الخلف، لان هذا واحده من الاشياء اللي الناس تقرر بناء عليها تشتري سياره بهالحجم. هذا الكرسي مضبط على قعدتي، راح نلاحظ المساحه عندي كبيره. هذا الكرسي انا مرجعه علشان اوريكم المساحه هني شلون صارت اصغر. ما في وايد اشياء في الخلف، في عندي مساحه تخزين هني موجوده خلف المقاعد، في عندي السناده هذه فيها كب هولدرز موجودين هني، ولكن ما في شيء اضافي. في فتحه تكييف ولكن بدون تحكم، وفي عندي تحت فتحتين 2.1 يو اس بي. عندي ستاير خلفيه اوتوماتيكيه، وفي فتحه سقف ولكن مو بانوراميه. مثل ما قلنا المساحه هني تعتبر ممتازه، نفس الخطوط هذه مالت الالومنيوم موجوده في الخلف. لو انتقلت انا هني علشان اوريكم الفرق، ما زلت اقدر اقول لكم القعده مريحه. هذه واحده من مميزات سيارات هذا الحجم المتوسط، انها هي افضل من سيارات الصغيره في مساحه الجلوس. نسيت اقول لكم سيارة فيها 9 سماعات من شركة جي بي ال الشهيرة، اللي يمكن أكثر شركة تبيع سماعات في العالم. وورا هم ليش 9؟ عندي 8 سماعات، وورا عندي سبوفر عملاق جدا علشان يعطيك البيز والصوت المحيطي يكون متكامل. خلينا نطلع الحين سوق السيارة ونقول لكم شلون صاير أداء 6 سلندر وهدوءها بالشارع وقيادتها. الكامري 6 سلندر، أحس عندي مسؤولية لما أقول حق الناس شنو مواصفات السيارة هذه، نظرا لأن هذه سيارة شعبية جدا ووايد ناس راح تشتري السيارة بناء على المعلومات اللي يشوفونها. هدوء سيارة معقول من ناحية صوت الهواء. هدوء السيارة توقعتها أفضل من ناحية الرنجات، رغم أن الرنجات 18 لا والله معقول، يعني على سرعة 90 أحس معقول. ولكن خلونا نتكلم عن بعض الأرقام. هذا قاعد يشتغل عندي نظام البغاء في المسار. محرك سيارة 3.5 لتر يولد 298 حصان، طبعا 6 سلندر مثل ما قلنا، ويولد أيضا 362 نيوتن متر من عزم الدوران. ما تعتبر والله سيارة رياضية، ولكن شنو يصير لو أن احنا قررنا نوريكم التسارع؟ نوقف نخليه على نمط السبورت وراح ندوس. طبعا راح تشفط لأن هي دفع امامي. 3 2 1، اشتغل تراكشن، وهذه 100. ادائها مقارب للليكسز الاي اس. ايضا عندي بادل شيفترز موجودين خلف المقود علشان انت تقدر تتحكم بالبلس والماينس من ناحيه الغيارات اذا انت كنت تبي تحصل على، يعني خلينا نقول، ايحاء رياضي اكثر اثناء القياده. هذا الشيء يعطيك، يعني خلينا نقول، نوع من النظره ان تويوتا صح انهم يبون يبيعونك سياره عمليه وجميله واقتصاديه وافوردبل والاشياء هذه كلها، لكن ما يمنع انهم يحطون لك بعض المميزات اللي تخليك تستمتع بالقياده. اذا ما تبي تحول على وضعيه النورمال، اذا ما تبي تحول على وضعيه الايكو اللي هو ممكن يعطيك افضل استهلاك للوقود. صراحه تحس في جوده وفي متانه في بناء سياره، ما فيها اصوات، ما فيها قرقعه، ما فيها الاشياء هذه كلها. وايضا حطوا لك انظمه سلامه، بما ان السيارات الحديثه صارت لازم تدخل كثير من الاسواق العالميه فيها مواصفات السلامه، منها الايرباجز اللي متوزعه حوالين السياره، منها نظام التحذير عند الاصطدام من الامام، منها نظام الرجوع الى الخلف مع تحديد المسار، منها نظام التحذير عند الخروج من المسار، واشياء وايد يمكن موجوده في موضوع السيفتي، منها الكروز كنترول او الادابتيف كروز كنترول، نظام البقاء في الحاره، وايضا تنبيه يطلع لك هني اذا انت طلعت من الحاره. في يعني هذه الاشياء مهتمين فيها بشكل ممتاز. اعتقد انه يعني وايد صعب ان انت تحكم على سياره مثل هذه. ملاحظاتي، اعتقد لو تغيرت الشاشه هذه استفادوا من الشورت كاتس هذه، كبروا حجم الشاشه، ولكن في المقابل هذا صار جزء من الشاشه وشورت كت صارت تتش، راح تحصل شاشه اكبر. الشاشه ايضا ممكن تتطور، الوانها ممتازه، سطوع ممتاز وكل شيء، ولكن الجرافكس احس انه شوي ممكن يتم تعديله. ما عدا هذا جوده كل شيء احس انه ممتاز جدا. شكر خاص حق شركه محمد ناصر الساير واولاد السيارات، وكلاء تويوتا ولكسس في الكويت، على انهم اعطونا الفرصه ان احنا نجرب لكم هذه السياره.
مشكورين على المتابعة، وإذا في سيارة أيضا تبون نجرب لكم إياها كتبوا لي في الكومنت شنو السيارات اللي تبون تشوفون تجربتها. مشكورين على المتابعة وفي أمان الله.